مصر جايه وبعد غيبه رجعوا في ايدها الامان. بعد حضنك يا حبيبه فين الاقي الراحه تاني؟ جال لي يوم في البعد عنك يسوى عمرين من زماني. اسالوا امبارح علينا واسالوا كل السنين، راح يقولوا دول حضاره دول دنيا ودول دين. مصر ازهره وكنيسه، مصر دي البلد الامين. الاستاذ وليد سليم. بعنوان شعورا يعترين. شعورا يعترين. ماذا بك ايتها الاحلام لا تعاندين؟ العنوان ايه؟ شعورا يعترين. شعورا يعترين. ماذا بك ايتها الاقلام لما تعاندين؟ اكتبي عن افراحي ولا تخذليني. لا تكتبي عن احزاني ولا انيني. عبري عن شوقي لبلادي وحنيني. اتركي دموعي واضلالي فقد مجديني. اعلني افراحي واحضان سوف تاويني. اكتبي عن ماض بحياتي كان يفديني. اكتبي عن استاذي كيف للحرف كان يسقيني. اكتبي عن طفولتي وحلم لا زال يحتويني. اكتبي عن امي التي فوق راسي تعتليني. واخوتي واصدقائي اكتبي عن اجمل سنيني. عن فرحه تسكنني لا يعلمها سوى رب يحميني. اكتبي عن شعورا بداخلي يعتريني. اكتبي عن صباحي ومسائي وفاتنة التي تناديني. وأنت ملهمتي أخبريهم لأين مكان تسبقيني. وعن قصص العشاق كيف تحدثيني. أفراح بداخلي يا أقلامي كيف لا تذكريني. وأنت يا أقلالي لن تستطيعي أن تستفزيني. سأعلن أفراحي رغم أنفك صدقيني. فصغر اعتاد الابتسامة فإن استطعت أوقفيني. سأملأ حياتي سعادة فيا أحزان اعذريني. سأمحوك من ذاكرتي وأنادي يا عاشقة اسمعيني. سيعتلي الحب وجهي فاقتربي ملهمتي عانقيني. فبالحب نحيا سويا وما أجملك حين تقبليني.